السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معي في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا حصة ديال المراجعة خاصة بالامتحان الوطني، وبالضبط هاد الحصة اليوم غادي نركز على المعادلات المتراجحات فيما يخص الإعلام والإكسبونسيون. وهذا هاد المعادلات المتراجحات دونك من المرتقب إن شاء الله غادي يكونوا في الامتحان الوطني 2020، لانه تحتفوا فيه واحد المجموعه ديال الدروس. وبالتالي هذا تذكرني بامتحان وطني سابق كان وقع مشكل بحال تحتفوا دروس وتحط تمرين فيه ليكسبونسيل، وفي الدوره العاديه عطاو تمرين فيه الان، والدوره السيدراكات عطا تمرين في معادلات ومتراجعات بالنسبه ليكسبونسيل. دونك اعزائي التلاميذ، انا تنصحكم انكم تهتموا بالمعادلات والمتراجعات كيفاش تنحلوهم، ودايوغ هذا الشيء غادي ينفعكم حتى ملي تتبغي في الداله ملي تتحدد المشتقه وتتبغي دير جدول التغير. دونك خاصك تعرف الاشاره ديال المشتقه، وبالتالي انت المطالب تكون تعرف تحل المعادله، والمطالب تكون تعرف تحل المتراجع. مزيان، دونك على بركه الله نحاولوا نجاوبوا على التمرين هذا. فوالا، انا في التمرين حاول ندير معادلات ومتراجعات، حل في ار ما يلي. دونك عندنا خليط بين معادلات ومتراجعات، نختار مثلا هذه المعادله، نحل المعادله ln x زائد 1 ناقص ln 2x تتساوي ln 4. اول حاجه تقوم بالوضع هذيك المعادله في ln، ديما حدد مجموعه التعريف ديال هاد المعادلة بحال مجموعة التعريف ديال الدالة. دونك مجموعة التعريف معادلة، مجموعة تعريف المعادلة بحال مجموعة التعريف ديال الدالة، غنسميها غير دي. بالنسبة للدالة اف تنديرو مجموعة تعريف دي اف، انا نسميها غير دي. دومين دو ديفينيسيون ديال هادي نفس الطريقة اللي تدير الدالة دير هنا اكس ابارتي ان، حيث ماذا هادشي اللي داخل ان خصو يكون كبر من زيرو قطعا، و عاوتاني إكس أكبر قطعا من زيرو. هنا كاين عندنا عدد معلوم بطبيعة الحال، ربعة أكبر قطعا من زيرو. دونك عندنا شرطين، فوالا تنزيد نكمل. إكس أبارتيان أ تيكو إكس غادي تكون كبر من ناقص واحد، و إكس أكبر قطعا من صفر. دونك هنا مجموعة التعريف شناهي؟ هي الحد ديال هاد المتراجحة، تقاطع الحد ديال هاد المتراجحة. شنو الحد ديال هاد المتراجحة؟ هو ناقص واحد زائد ما لا نهاية، هنا زيرو زائد ما لا نهاية. دونك التقاطع ديال هاد المجالين راه هو المجال زيرو زائد ما لا نهاية. دابا غادي نمشيو أول حاجة كتقوم بها وهي خطأ تيرتفع واحد المجموعة ديال التلاميذ، تمشي مباشرة تبدا يحل وتنسى مجموعة التعريف. أنا افترضت مشيت حليت هاد المعادلة، لقيت واحد الحل، ربما هذاك الحل ميكونش داخل في مجموعة التعريف، إذا كان مداخلش في مجموعة التعريف متناخدوش. تخيل مثلا هادي حلينا لقينا الحل ديالها هي هو ناقص جوج. ناقص جوج واش كاين هنا في هذا المجال ديال مجموعة التعريف؟ ما كاينش، وبالتالي ما يمكنش نعتبر ناقص جوج حل هذه المعادلة. أنا راه غير أوغوزمون هنايا لقينا زيرو بلس واحد بحل مجموعة التعريف ديال ألين إكس، راه ممكن نلقى هنايا ناقص ثلاثة زائد ألين، لأن ما عنديش غير إكس داخل بحالنا، عندنا إكس زائد واحد هنا إكس. دونك هنا مجموعة التعريف لقينا زيرو بلس واحد، ماشي ديما زيرو بلس واحد بالنسبة للدوال اللي في الألين، ممكن يكون مجال آخر. دكوغ، من بعد دابا ملي حددت مجموعة التعريف كنمشي نحل هاد المعادلة. هنا ملي تتكون عندك معادلة وفيها الألين تنحاول نركز ما أمكن أنه في آخر المطاف خاص تبقى عندي ألين وحدة هنايا وألين وحدة هنايا باش نطبقها. تبقى على ألين أ كتساوي ألين بي، راه تكافي أ كتساوي بي بي، تنحل الألين. دونك شنو غادي نكتب هنايا؟ ألين ديال إكس زايد واحد ناقص ألين ديال إكس كتساوي ألين ديال ربعة. دونك انا نخلي الالين ديال اكس زائد واحد في الجهه، ونمشي نحول هاد الالين اكس للجهه الاخرى. علاش بغيت نحول هاد الجهه الاخرى؟ باش الالين اكس زائد الالين 4 راه هي الالين ديال 4 اكس، يعني الجمع تنحولو الى جداء. اما هنا فقط غادي نحولو الى قسمه، علاش؟ لان هادشي راه موجب وهادشي موجب، لانه خدامين حنا في هاد المجال. وبالتالي ولا عندك كاس غطيح في المعادلة فيها كاس، دونك حنا نتفاداو الكاس، داكشي علاش حاولت ناقص الين اكس الجهة الاخرى. دونك دابا شنو ملي عندنا هاد المعادلة تولي على هاد الشكل، الين ديال اكس زايد واحد كتساوي هاد الجمع غيتحول الى المجموعة، غادي تحول الى جهة، دونك تولي عندنا هي الين ديال 4 اكس.
ان كتساوي ان بي، يعني ان كتساوي دابا نحيدو ان مش غتبقى ليا اكس زائد واحد كتساوي 4 اكس. معادله بسيطه جدا من الدرجه الاولى ما فيهاش مشكل. دونك غتولي عندي ناقص 3 اكس كتساوي ناقص واحد، يعني اكس تساوي واحد على 3. ديما هاد الحل هذا نتاكد واش كاين في مجموعه التعريف ولا لا. دونك بما ان واحد على 3 ينتمي الى تي اللي هي مجموعه التعريف، فان حل فان اس تساوي ماذا؟ حل ديال المعادله شنو تساوي؟ واحد على 3. كنا كنشوف واحد على 3 كينتمي لتي ما ناخذوش، غندير اس كتساوي مجموعه التعريف. كنمشي عاوتاني للمعادله الاخرى، نحلو هاد المعادلة، نحل المعادلة ايدين اكس او كاري ناقص 4 ايدين اكس زائد 3 كتساوي صفر. هنا هاد المعادلة تتشبه بحال هادوك المعادلات من الدرجة الثانية. تخيلو كانت هنايا غير اكس، اكس او كاري زائد ناقص 4 اكس زائد 3. دونك هنا من الأحسن نفكرو نديرو تغيير متغير قبل ما ندير تغيير متغير مجموعة تعريف معادلة، لأنو عندي الألين مجموعة تعريف المعادلة. هنا نكتبها مباشرة لأنه عندي غير إي دين إكس، إي دين تعرفها معرفة على زيرو بلس أن فيه، دونك دي تساوي زيرو بلس أن، دونك ملي تبقى عندكم غير إي دين إكس، عندك الحق تكتبها ديريكت، داكوغ؟ دونك هنا خصنا الحلول اللي غنلقاهم خصنا نلقاهم غير في هذا المجال، دونك غادي نمشي نحل هنايا. شنو غنجي ندير؟ باش نحل هذيك المعادلة ندير تغيير متغير، نضع كرون إكس معادلة كتساوي إن إكس، داكوغ؟ دونك المعادلة تصبح، المعادلة تصبح كرون إكس أو كاري ناقص 4 كرون إكس زائد 3 كتساوي زيرو. ندير غلطة، ديرو سي 2 ناقص 4 سي، غتولي ناقص 4 أوس 2 ناقص 4 في 1 في 3. تعطينا 16 ناقص 12 هي 4 كبارون زيرو. إذا المعادلة تقبل الحلين، المعادلة تقبل حلين. الحل الأول نسمي كرون إكس أن شنو تيساوي القاعدة ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ، ناقص بي دونك ناقص ناقص 4 بي راهي ناقص 4 دونك تولي عندي 4 زائد جذر ديال 4 ديريكت راهي جوج، وجوج في واحد شحال هي جوج دونك كتولي عندي 6 على جوج شحال هي 3. اكس دو تايي بنفس الطريقة ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ، دونك هاد الإشارة هي اللي تتبدل، كتولي عندي 4 ناقص جوج على جوج، وتولي جوج على جوج شحال واحد. وبالتالي هنايا شنو اللي عندي؟ بقيت كرون اكس أن كتساوي واحد ومن هو. دونك هاد المعادلة هادي هاد كرون اكس فهي عندها حلين إما ثلاثة ولا واحد، دونك غنجي نكتب هنايا ومنهم كرون إكس سوا إيكالا تخوا و كرون إكس إيكالا أن، و كنرجع للمتغير لي كان عندي هاد كرون إكس نعاود نعوضو بإي دو إكس، دونك شنو يولي عندي دابا؟ سوش هاد الخطوة المهمة هادي، لقيتي الحلول ديال المتغير جديد. كرون سمينا الحل الأول كرون إكس أن حتى كرون استعرض أنه هنا المعادلة الحلول ديالها عندنا ثلاثة و واحد، يعني هاد كرون إكس إما ياخد قيمة ثلاثة ولا واحد، هاني فين كتبتها، كرون إكس كتساوي ثلاثة و كرون إكس كتساوي واحد، ترجع لهاد المتغير، كنعوضها بـ إلين إكس، هادي نعوضها بـ إلين إكس و هادي إلين إكس، يعني المتغير القديم اللي كان عندي إلين إكس كتساوي ثلاثة، و إلين إكس كتساوي واحد. هذا الحل ديالها راه اكس تساوي ليكسبونسيال 3 و اكس كتساوي ليكسبونسيال، دونك هذه قاعدة ايلين اكس كتساوي ايكغيك صافي اكس كتساوي ليكسبونسيال ايكغيك. دونك هنا عندنا حلين، هاد الحلين خصني نتأكد واش كاينين في هاد المجال زيرو بلس انفيني بجوج و او عدد موجب هذا موجب، دونك كاينين في هاد المجال، دونك ناخدو بجوج اس كتساوي او توما او اس 3. كون كان شي واحد فيهم مكاينش متناخدوش في الحلول ديال المعادلة. دونك دابا غادي نمشي نمشيو لهاد المتراجع، نحل ما يعني دونك شنو غادي نديرو،
3x moins 2 supérieur à moins 3 et n. D'accord. Donc, on a une tarif, dis-moi. يعني هنا رد البال بالنسبة للمتراجع مجموعة تعريف المعادلة أو المتراجحة بحال كيف درنا المعادلة دونك دي شنو غنجي ندير إكس أبارتي أن أر تيكو نو كوا هادشي اللي كاين داخل كبر من زائد تخوا إكس موان دو كبر قد هنا عندي إلين جوج جوج عدد معلوم دونك متناخد بوش كشرط دونك اكس ابارتيان ار حيث على حلينا المتراجع بقاو في الاخر اكس اكبر قطعا من 2 على 3 وبالتالي مجموعه التعريف ديال المتراجع هي الحلول ديال المتراجع اللي هي اكزاكتومون 2 سور 3 بلس انفين 2 على 3 زائد ما وانا حددت مجموعه التعريف اذا دابا شنو خصني ندير خصني نمشي نحل المتراجع ومن نحل هذيك المتراجع بقى الحل ديالها في الاخر ملي بغي نستنتج اس شنو غادي تكون اس الحل ديال هذيك المتراجعه تقاطع مع مجموعه التعريف تقاطع ما نساهاش هذه الحل ديال هذيك المتراجعه تقاطع مع مجموعه التعريف دونك ناخذ المتراجعه هي بين هي ln درجه 3 اكس موان 2 سوبيريور ايكوال موان 3 ln درجه 2 مزيان هاد ثلاثة نقدر ندير هنا فوضى تولي ln ديال 3x موان 2 لأنه إذا كانت عندي نحاول هنا موان 3 نحيدها أكبر أو يساوي تولي ناقص ln ديال 2 أس 3 وشحال 2 أس 3 راه هي 8 كتبها ديريكت هكا فوالا من بعد هاد الموان معغاديش تحيد غنحاولو ناقص ln جا لاخر إلا بغيت نحيدها نقدر ندير زايد ln ديال 1 على 8 حتى هي ممكن انا ما غاديش ندير كسر غنحول الجهه الاخرى نحاول ديما نتفادو ديال الكسر زائد ln ديال 8 كبر من صغير ودابا هنا عندنا الجهه غنحولو الى ضرب شفت ولا عندي ln ديال 8 مضروبه في 3x موان 2 اكبر من صفر صفر راهي ln ديال 1 دابا عندي هنا ln وهنا ln نحيدو مشات القضيه 8 فاكتور 3x موان 2 كبر من 1 نشعر عادي 8 في 3 يزن 24x ناقص 16 كبر أو يساوي 1 24x كبر من 1 زائد 16 إذا 24x كبر من 17 يعني x هتكون كبر من 17 على 24 إذا S شنو غادي تساوي؟ غتساوي هاد الحل اللي هو شنو هو؟ فعلا 17 على 24 زائد ما الى النهايه يعني الحل ديال المتراجعه تقاطع مع مجموعه التعريف ديال شنايا 2 على 3 زائد ما الى النهايه هنا خصني نعرف 2 على 3 شحال تساوي 17 على 24 شحال تساوي فوالا باش نشوف واش هاد المجالين منفصلين ولا متقاطعين دونك واش بيناتهم شي اسباس ولا دونك جوج مقسوم على ثلاثة هي 0.66 بالنسبة ل 17 مقسومة على 24 شحال تساوي 0.70 دونك هاد العدد كبر من هذا داكوغ بمعنى أن ومادام هاد العدد كبر من هذا بمعنى هاد المجال هذا يوجد ضمن هاد المجال هذا كيتوجد ضمن هاد المجال حنا في التقاطع ديما لقيتو شي انترفال كيتوجد ضمن الانترفال الاخر التقاطع بيناتهم هو داك المجال الصغير بمعنى هاد المجالات مادام هاد المجال انكلي يوجد ضمن هاد المجال اذا التقاطع ديالهم غيكون هو هاد المجال فوالا الصغير دونك شنو غنجي نكتب هنايا اس تساوي 17 على 24 زائد ما لا لا داكور مزيان هادي قاعده عقلها ديما الا كان عندك واحد الانترفال واحد المجال انكلي كيتوجد ديما مجال اخر ديما التقاطع ديالهم تيكون ديما هذاك المجال الصغير اللي هو الاتحاد ديالهم تيكون مجال كبير دونك هادي قاعده شوف سانكيماني فوالا عقلها دابا غادي نمشيو لمتراجعه اخرى ومعادله اخرى مثلا غادي نمشيو لهادي نحل
بحال هادي ممكن تلقاوها في المشتقات ديال شي داله نحو الان ديال اكس، ممكن تشتق شي داله وتلقاها على هذا الشكل، وبالتالي انت خاصك تعرف الاشاره ديال التعبير باش تحدد جذور التحويلات. دونك تكون خاصك عارف تحل بحال هاد المتراجعه. دونك هنا فين ما تشوفوا الكسر هنا ديما هو عندنا كبار ولا صغار من زيرو، ديما هاد المتراجعات اللي هي جدول الاشاره. دكور، دونك هنا شنو غادي ندير؟ ندير واحد جدول الاشاره. هذاك جدول الاشاره شنو فيه؟ اول حاجه قبل ما نجدول الاشاره نحدد مجموعه تعريف، مجموعه تعريف المتراجعه هي غادي تكون ماذا؟ دونك نحددوها فوالا دي اكس ابارتيان ار تيل كو اكس اكبر قطعه من صفر، و هاد المقام هذا خصو يخالف زيرو الين اكس يخالف زيرو، دونك تقول لي عندنا اكس ابارتيان ار اكس اكبر قطعه من زيرو، و هنا الا حلينا هنا عطينا اكس كبر من عطينا اكس يخالف ليكسبونسيال مول داكوغ مزيان. اذا هنايا فوالا و اكس و ليكسبونسيال ديال او مول زيرو هي واحد على او، هي ليكسبونسيال مول زيرو هو واحد على او، ولا او ار بويسونس مول زيرو هي واحد على او. داكوغ، دونك شنو هي مجموعة التعريف في هاد الحالة؟ واحد على او عدد موجب، دونك كاين في هاد المجال. دونك هنا ملي تنبغي نحدد مجموعة التعريف في هاد الحالة تناخد هاد المجال وتنحيد منو هاد العدد اللي كاين، العدد كاين في هاد المجال زيرو بلس انفير، دونك شنو من هاد؟ من زيرو حتى لواحد على او، اتحاد من واحد على او حتى بلس انفير. راه في مجموعة التعريف ديال المتراجع ولا المعادلة كنديرو بحال تنحدو مجموعة التعريف ديال الذهب. دابا حنا خصني هاد المتراجع نخدمها غير في هاد المجال، يعني أقل حلول غير في هاد المجالات. دونك نمشي نخدم هاد المتراجع، شنو تنمشي ندير؟ نمشي ندير جدول التغيرات. قبل ما ندير جدول التغيرات نشوف بعد أبازون، نمشي ندير جدول الإشارة. قبل ما ندير جدول الإشارة خصني نمشي نشوف هادو في امتنان بالنسبة لهادي فوالا. دونك نديرو جدول، إلا احتاجينا للإعلام راح نديرو ماشي مشكل فوالا. دونك شنو عندنا هنايا؟ هنا عندنا إكس، هنا إلين إكس ناقص واحد، هنا إلين إكس زايد واحد، هنا الكسر إلين إكس ناقص واحد على إلين إكس زايد واحد، هنا موانا إنفيني، هنا بلوس إنفيني. دونك فينتين عندي إلين إكس ناقص واحد، باش نعرفو هذا فينتين عندي كنمشي ندير هادي كتساوي زيرو، غادي نلقى اكس تساوي او، اكس تساوي او، دونك هادي كتعادل في او، هادي فين غنلقاو كتعادل؟ غنلقاو كتعادل في او موان زيرو، يعني واحد على او، اكتبهم بالترتيب، هنا واحد على او، وهنا او، دونك ها التعبير كينعدم هنا، والتعبير التاني كينعدم، كينعدم. اما بالنسبه لهذا الكسر فين تينعدم كنشوفو غير البسط فين تينعدم، البسط هو التعبير اللي كاين عندي فوق كينعدم هنا، دونك كنمشي ندير. وبالنسبه لهذا المقام ما خصوش ينعدم، ديجا حنا في القناه كينعدم كيبقى عندي في او، وانا خصني ندير دو بار انه باش يكون معرف هذا الكسر ما خصوش ينعدم في او، يعني هذا المقام ما خصوش ينعدم في او. دونك شي حاجه درت هنايا دو بار بمعنى هذا الكسر راه غير معرف في او. اشارات كيفاش نوضعهم هنايا؟ الله يرضي عليك، هاي العقل ولا هاد الين اكس بصفة عامة تكون عندكم شي كتاب علاش ا الين اكس زايد بي، الإشارة ديال هادي اعتبروها بحال الإشارة ديال الحدودية من الدرجة الأولى هادي. الطريقة باش نحضرو الإشارة ديال هادي هي نفس هادي، كنشوف هاد ا كيدير واش بوزيتيف أو موجب، بوزيتيف هذا موجب، هنا راه تندير إشارة ا، وهنا تندير عكس إشارة، هنا ا شحال عندنا واحد موجب، دونك ندير هنا بليس، موان موان، نفس الشيء هنا. الكتابة تتكتب هذا تبقى صحيح حتى بالنسبة للإكسبونسيال، أ إكسبونسيال إكس زائد بي حتى هي هادي بغي نحدو لها إشارة راه نفس، كنديرو نفس الطريقة باش نحدو إشارة حدودية من الدرجة الأولى، داكوغ؟ مزيان، هنايا إشارة أ على يمين هاد الحد، دونك بلوس بلوس، وهنايا موان، من بعد هنا الكاس، موان على موان دونك سي بلوس، موان على بلوس دونك سي موان، بلوس على بلوس دونك سي بلوس.
إذا أنا نشوف التعبير في موجب كاس أكبر من زيرو يعني هنا وهنا دونك مجموع التعريف غتكون هي هادي غير هو واحد القضية اللي غادي هنا ما غاديش نبان حنايا خدامين في مجموعة التعريفية هادي دونك أنا كان عليا واحد الحاجة مهمة كان عليا نديرها فوالا دونك باردون هنا كاين واحد الخطة هي هادي فوالا كتنعدم فين تتنعدم كنعدم هنايا بعد يعني زيد واحد اللي كاين هنا دونك لو دو بار كاين فار بلاصات مكاينش هنا داكوغ لانو الباص هو اللي تينعدم هنايا دونك صافي هو دابا مريبلا فوالا غير هو حنايا هنايا خدام في مجموعة ابتداء من زيرو يعني تختار هنايا هو دير موالين فيني انت غير زيرو انا خدام غير في المجال من زيرو حتى لواحد على او واحد على او بلوس انفيني هنايا دونك كنشوف هنايا انه هذا التعبير هو اصلا موجب على المجال زيرو واحد على او و او بلوس انفيني كنشوف هاد المجالين واش كاينين في مجموعة التعريف ولا لا لانه خصني ندير التقاطع ديالي هاد المجال التقاطع مع الاراضي هو هذا وهاد المجال هذا التقاطع مع هذا شنو يعطيني غادي يعطيني او بلوس انفيني فوالا دونك مجموعة التعريف الا خدينا هاد المجال هذا زيرو واحد على او اتحاد او بلوس انفيني التقاطع مع هاد المجال راه غادي نلقاو المجال زيرو واحد على او او بلوس انفيني هو واحد دكوغ دونك حنايا غادي نجي دونك غنجي ندير اس دونك تلاحظ ان هذا المجال اللي هو فين غادي تكون هاد الكسر الموجب هذا المجال هذا اصلا فوالا يوجد ضمن هاد المجالات وبالتالي التقاطع ديالهم غادي يكون هو هاد المجال الصغير داكوغ زيرو واحد على اون هي كاينه هنايا داكوغ وهنا باردون زيرو هنا غير معرف دونك هنايا تنديرو واحد دو بار هاك ودو بان هاد الامور داكوغ لانه بالنسبة لهنايا خدامين على المجال مفتوح من جهة زيرو دونك هنايا دو بار يعني هاد المترجم غير معرفة في فازر كنهبط واحد جوج خطوط متوازي من الفوق حتى لتحت داكوغ مزيان كيف كنت فوالا هاد المجال زيرو واحد او دونك كاين هنايا وحتى هاد المجال او بلوس انفين تا هو كاين هنا دونك كنلاحظو ان هاد المجال اتحاد المجال راه يوجد بين المجال وبالتالي اس هنا في هاد الحالة غادي تكون هي زيرو حتى لواحد على او اونيون من او هنا عندنا مجال ما عنديش فوالا عندي يساوي هنا دونك المجال يكون مغلق هنايا كون كانت عندي هنا قطعا يكون المجال مفتوح هنايا داكوغ او زائد ما لا نهاية مزيان دابا غادي نمشيو صافي جاوبنا على هاد المتراجحة دابا غادي نمشيو لهاد المتراجحة اللي فيها ليكسبونسي نحل ليكسبونسي دو زيكس بلس 2 ليكسبونس x موان 3 كوان زيرو هادي تحط بحال في الامتحان الوطني سهلة دونك إلا شفنا مزيان هنايا بالنسبة ليكسبونسي ما تحتاجوش أنكم ديروا مجموعة تعريف لأن ليكسبونسي معرف على R دونك أنا غنمشي ديريكتومون شنو غادي ندير هنايا هنايا هاد المترجم نقدر نكتب بها الشكل هذا ليكسبونس x كل أكس 2 زائد 2 ليكسبونس x ناقص 3 كوان موان زيرو دونك هنايا غادي نمشي نحل هاد المعادلة ولا كاع في اللون نحل المعادلة متراجعة ديما نقدر نرجعها على شكل المعادلة هذه المعادلة بغينا نحلوها غادي نحاول نكتبها بعدا على هذا الشكل كتبت لي تبان بحال شي معادلة من الدرجة الثانية يكفي غير ليكسبونونسيال نضع ليكسبونونسيال اكس نوضع كيساوي كامون اكس فهاد الحالة كاع غادي تكون بوزيسيون ديال ليكسبونسيال راه موجود خاصني نقبل على غير الاعداد موجب مزيان دونك شنو يولي عندي هنا تولي عندها معادلة على شكل اكس كاري زائد دو كون اكس ناقص تلاتة كتساوي زيرو هنا غادي ندير دابا بي او سي بلان ناقص اربعة ا سي دونك كتولي
اثنين أس اثنان ناقص أربعة في واحد في ناقص ثلاثة أسوي أربعة زائد 12 هي 16 كبر من زيرو. إذا المعادلة عندنا حلين إكس أن تساوي ناقص بي زائد جذر ضيطة على اثنان أ، دونك كتولي ناقص جوج زائد جذر 16 هي 4 على جوج في واحد هي جوج، جوج على جوج دونك واحد. إكس دو تاهي بنفس الطريقة ناقص بي ناقص جذر ضيطة على اثنان أ، شنو غتساوي؟ هي ناقص جوج ناقص جذر 16 هي ناقص 4 على جوج ناقص 6 على جوج شنو غتساوي؟ ناقص 3. دونك عندنا المعادلة عندها حلين واحد وناقص 3. دونك شنو غادي نجي ندير هنايا؟ فوالا دونك هنا ممكن هنا شنو ندير؟ نقدروا نديروا غير فوالا فوالا دونك في هذه الحالة دونك ليكسبونسيال تساوي واحد ليكسبونسيال تساوي ناقص ثلاثة، وبالتالي هنا ما غاديش هنا شنو باغيين هنا؟ باغيين متراجعة داكوغ. دونك هنا شنو تندير؟ تنحاول نعطي التعميل ديال هادي حيت الى عملت هذا غتجي الامور كاع تجيني احسن تجيني اسهل داكوغ. دونك شنو غادي ندير هنا؟ شنو يولي عندي؟ غادي تولي عندنا ليكسبونسيال دو زيكس زايد، ولا نقدر ديريكتومون ندير غير التعميل ديال هادي ونشوف شنو تولي عندي. اكس او كاري زايد 2 كرون اكس ناقص 3 شنو غتساوي؟ غتساوي كرون اكس ا، عندنا جوج حروف ندير ا هنا ا هنا شحال راهي واحد، دونك كرون اكس ناقص الحل الاول اللي هو واحد عامل لكرون اكس ناقص الحل الثاني اللي هو ناقص ناقص 3 زائد 3، وبالتالي شنو يعطيني هذا؟ غتولي هاد الكتابة هادي هي ليكسبونسيال دوز اكس زائد 2 ليكسبونسيال اكس ناقص 3 كبر من زيرو، فهي تولي تتكافئ تتكافئ مع ليكسبونسيال اكس. دابا نعوض هاد الكتابة دابا هي هادي، دونك دابا غادي نعوضها بهادي ونعوضو كرون اكس بليكسبونسيال ليكسبونسيال اكس ناقص واحد عامل ليكسبونسيال اكس زائد زائد 3 بقى يساوي صفر. ندير جدول التغيرات، جدول التغيرات باردون جدول الإشارة، في جدول الإشارة الأمور دابا راه واضحة ما عندناش مشكل. داكا دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ إكس الحل ديال هاد المتراجع هادي هو الحل ديال المتراجع. دونك نجي ندير ليكسبونسيال اكس ناقص واحد ليكسبونسيال اكس زائد تلاتة ليكسبونسيال دوز اكس إما نكتب هاد الجودة أو نكتب هادي إلا جبت غير لو هاد التعبير هدا غتساوي دونك تيبقى لنا اختيار فوالا دونك ما زائد اثنان ليكسبونسيال اكس ناقص ثلاثة. الجودة ديال هادو بجوج راه تيساوي هاد التعبير، هادشي اللي عندنا حسب نصب هاد التعبير هدا هو هاد. دونك هنايا شنو غندير؟ هنا المعادلة فيني، هنا كليكسيون فيني، هادشي فين غادي نعمل ليكسبونسيال اكس ناقص واحد غادي نقرا نعمل في دونك في زيرو، وهادي فين غادي نقرا في العالم هادي متنعملش لأن ليكسبونسيال كبر قطع من صفر. وبالتالي مع عمر هاد التعبير غادي نعاد هذا موجب زائد واحد ثلاثة لعدد موجب فراغ مهم غادي نعاد دونك هاد المعادلة ما عندهاش حل فكر و درنا كتساوي زيرو إذا غادي يكون عندنا غير صفر. دونك بالنسبة لهادي كيف قلنا بين هادي راه بحالها بحال أ إكس زائد بي، هنا أ كي داير هنا موجب دونك إشارة أ كتكون هنا على اليمين والعكس إشارة أ. هنا التعبير موجب لأن ليكسبونسيال و ثلاثة مجموعة هادي موجب تبقى لي دونك هنا تبقى زائد هنا خالص كلها تكون في زائد. هنا التعبير قلنا راه هو الجودة ديال هادو بجوج دونك ناقص في زائد شنو عطينا ناقص وزائد في زائد عطينا زائد. دابا هنا نسينا ما درناش الميدان دابا شنو غادي ندير؟ فوقاش التعبير
قد يكون كبار من سنتين، يعني فوقاش قد يكون موجود، قد يكون موجود هنا ضغط المجال 0 بلس سنتين تنجح صغار، ستساوي المجال 0 بلس سنتين. هنا أنا جبت مغلق لأنه عندي هنا أقرا أو سالب، كان عندي أقرا قرار تنجي ندير هنا المجال مفتوح، دونك شي بكري. غادي ندوزو لحاجة أخرى. بالنسبة لهاد المتراجع هادي ديرو في الطريقة بشكل ديالها يعني فلاش مش هادي نفس الشيء بالنسبة لهادي تا هي نديرو بحال جملة الإشارات هاد عفوا ما فيهاش مشكل غادي نمشي لهادي نحل المعادلة اللي هي إثنان ln x ناقص 3 ln z 3 كتساوي صفر. دونك وين نحل هادي دونك شنو غندير هنا؟ أول حاجة مجموعة التعريف، دونك مجموعة التعريف أول تعرفوا كيفاش تحلوها بحال المتراجع بحال مجموعة التعريف اللي درنا. دونك إلا حددنا هنا غادي نلقاو ثلاثة بلوس أنفين أو ثلاثة بلوس أنفين، نتوما خصكم تبينو الطريق داكوغ. أنا نمشي ديريكت لأنو الطريقة راني وضحتها في بلاصة با ناقص إيرين ديال إكس زائد ثلاثة قدر هنا هاد الاثنين الين ديال اكس ناقص 3 نخلى في هاد الجهه حول هاد الجهه الاخرى من بعد هاد الجوج تقدر ندخل هنا الداخل غتولي الين ديال اكس ناقص 3 الكل سكان كتساوي الين ديال اكس زائد 3 شو النتيجه عندي الين زائد ا كتساوي الين بي نضرب هنا كي نحيد هنا شو نقال ديال اكس ناقص 3 بس هنا كتساوي اكس زائد 3 نشوف هنايا كنوصلو صافي الامور غادي تطرحوا هنا في الاخر غتلقى الحل، الحل إذا كان تيتالي لهاد المجموعة تاعك تتاخذو ما كانش تيتالي لهاد التعريف، بالتالي تكون جاوبنا على التمرين. دونك أعزائي التلاميذ أرجو لكم موعد في الحصة الأولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.